بكم عشراني صحيت وقمت القدر اللي قعد في حياتي I'm still dreaming, always believing إن شاء الله إن عمرات أسرارة From the quietest moments to the loudest cries We gather our courage and we still rise Yeah, we still rise Hey my loves, welcome. If you're new to my channel, my name is Natural Love. I'm back with another music reaction, guys. I'm here checking out some more MC Mego. I found something. This looks, I'm not too sure of the title. It's 20. MC Mego share 320. Go on and check it out. Unfortunately, it doesn't have subtitles again. I just want to watch it, catch a vibe, see what it's all about. Guys, there's no subtitles, but you know the vibe. We're still going to vibe, okay? Like up the video for me and let's jump straight in. ياو اسمع الدوشة اسمع الهبال اسمع الفوضى اسمع البوم باب نيكا فري ستايل الشيت اوكي So I know he's got a few tracks called Freestyle. He's talking about freestyle here. Okay, we got energy, we got settings, we got vibes. Let's see. اسمع الفوضى اسمع البوم باب نيكا فريستايل الشات هاب الشات لسن مسميك وعشيري اسمع البوم باب شات ويكيد توب ويكيد او يس يس يا تعال خود الزبده من الالف للياء ونقول لك شو اللي صاير في وسط ليبيا خليني من العارف السوشيال ميديا دراما Guys, the energy, his flow is sick. I love his tone, love his sound. I loved this guy when I first heard him, right? But the energy he's giving on this is proper old school feel, hip hop vibes. And guys, when I say old school, I'm meaning mad love and respect because ain't nothing better than old school music, yeah? Old school 90s kind of era was the best era. He's got vibes, it's proper underground sounding. Yes, we like to see it. تعال خود الزبدة من الالف للياء ونقول لك شو اللي صاير في وسط ليبيا خليني من العارف السوشيال ميديا دراما وكوميديا ليبيا سينما هالبيطارة اكشن وتفجير البنما شباب تمرك الكل ضعف حفرة مظلمة واللي ما تعلمتاش قبل هنا تتعلم سلاح ودوخة معرمة وناس مجرمة وناس مخرمة وناس مسلمة وناس مكملة وناس مخبلة وناس مهبلة بحديد مكبلة ونشد نعذبة ويسمع والهبلة Flow is sick. Can I just say as well, let's get into the outfits, man. Loving the two-pack top. This top he's got on is pure fire. Everything, the fashion, the settings, the visuals. Yeah, this is wicked. Absolutely wicked. وتمربتنا وتغربنا وغبنا فترة كنت مداير فيها هدنا وعدنا حقرة في اللي يحسبونا متنا وشتنا وشمبي ردنا وشمبي هدنا واسكت فكنا ولا لا لا خليني بنزيد ناس تسقط ملك ناس شباب يقصوا في الحديد كيلو بيشني ونصه فوق هاي العباد من كثرة الاستغلال تموت هنا يديروا قديد وما عنديش في لساني البطمة اللي توخر دي ما يقدم ما كتحب كلام مستف خود فري ستايل منظم تسمع ودنك تهضم كلام رزين معطل طويل رقيق معظم راسي رزين شبلي هدم كلها تحب ميجو يروح كلها تحب ميجو يجي كلها تحب جديد ميجو كلها تحب تسمع فري Bars for days, he's got bars. Are you mad? Guys, listen, that's what I'm saying to you. You might not be no subtitles, but you know when something is straight fire. Oh my gosh, Libya, come on. هاي دو انا ما دامت سرحت وقلت اني درت كل شيء لكني لا ما زال مقتلت عندي صوص في راسي كانت وحط فيهم تمت وعمري ما تمت هاد باش دي ما عايش ملك او ما بوابه كمين لكن مش ملت مين وقف درس على اليمين انت منين وماشي وين قاعد مركز فيا زين قال لي برو متلاقين قلت له امسي ميكو عشيري سكنه في شارع 20 قال لي بالشهاده تشرفت سلمت عليه وتعرفت نزلت الشباب اللي معاه قالوا لي بالشهاده وصلت اي موضوع في احترت دورنا تلقانا بالشودة بيكم عشراني صحيت وقمت القدر اللي قعد في حياتي بصمة واللي قدرني بنقدره واللي اطلع من حياتي الباب الدورة good video when they're in the area with all the people like in their hometown or just where there's just pure people and it's just real
real settings, loving the vibes and energy, the biking, the everything, everything about his video, his flow and his tune is absolutely. اللي قعد في حياتي بصمة واللي قدرني بنقدرة واللي اطلع من حياتي الباب ردة وراك ودرة ما هو عندي فيهم نظرة وعندي في قلبي هالبهدرة سكر فمك ما تدويش اعطيني وحدة مغدرة كل واحد ذو قدرة والدن بقبح من عدرة تصدق ما حسيتهاش الطعنة اللي جتني بغدرة ورص امي ما حزتها منك قطعنا اللي بالغدرة اللي خلق ما يسيبش واللي ظلم ما يربحش والعبد لما يوكل الامر اللي ربي حقه ما يريحش تسلمش ما تسرحش يبوك ما تفرحش كان يلقوا يحطموك يقتلوك وما تنجحش يديروا في اللي ما يصلحش ويطلعوك ما تصلحش والخير فيهم ما يفلحش ما يتمرش ما ينجحش واني لا ما ننصحش شي واحد خدم مخه لاني عارف لك ناس اللي في راسك هادي كخه وكان عندك مني واجه اجيبها في راس انطخه واللي عندك علي اشرب دين امه وشخه انا الحمد لله على الصحه راضي بالاسمه وبالكحه And you know what as well is fascinating for me because when I see videos like this and you're out in the area and the streets and stuff, I get to see a little viewpoint of the country. So it's nice to see him out in, like in certain Libya settings. But yeah, listen, this is a fire tune. اشرب دين امه وشخه انا الحمد لله على الصحه راضي بالاسمه وبالكحه والملكبوس اللي كاين على قلبي وبحا واحا واسم الله على القلوب احشر الوادي الدوب لكن ما تدوب يحسبوني داير منه صنع الراب فش خلوق مسلم ولدي درعيني بدرع اليوتيوب قلبك تطيس فرحانيني فشكب فيديوهات عندي درع 100,000 وقلبه فانو معجبات ما صح كنت ويا تريس هنا مش بويات خليتوني نسب في فري وينعطكم التسات وعندي صحابي في بنغازي يقدم من مانديلا عندي حماده واحمد بشوقير وفندي طوالا في المجوري الحمر ويلا وعشيري يحمدونا القطعه ونابي الخضرا اي كي اي مارادونا للهيرو الصادق ماي برودوسر رشيت هيب هاب وعتلا كانتي ومانجا وناسي في راسي هالبشباب ودبي دق اولد سكول برا للمجراب هالبعد. I wonder because I had two like football references there. القطعة ونابي الخضرة اكي اي مارادونا للهيرو الصادق ماي برودوسر رشيت هيب هاب وعتلا كانتي ومانجا وناسي في راسي هالبشباب ودبي دق اولد سكول برا للمجراب هالبعبيدات اصحاب في راس عباد عشيري وربي فرج علي في كوافيا وعلى قرقيري هند يا عشيري يا سند احمد ولد سيدي وتحت حديدي ديما واطي صحيفي قدومي دادي وشعيره اللي مش فاضي وشباب بنغاسي الكل فوق راسي ولاد بلادي اللي راضي علي قلت قيمتها وانا مش راضي واللي نسيت ما سميتهاش سامحني نسيتك يا متسمي ولاد اخوالي ولاد عمي وجمهور اللي يحبوا فني وكبد عليه مش متهني وبعد زايد عليه همي تحية لعمك فتحي بوي وخالتك نعيمه امي يا يلا سامحيني يمي والله يا ولادك راهو مش متهني لا في الغربة ولا هنا يا ثمني ابن عمي يا شد بعد 6 سنين عودة مستر ريبر فصل استديو وركز على اللي نقول فيه ما تركزش فصل الفيديو واو Pick them up for real because that video is sick. Guys, that was MC Mega 20 with Share Free 20 freestyle basically. Absolutely annihilated the beat. The beat was fire, visuals fire, his flow is fire. I love his energy. I really am enjoying checking out more from him, and I need to check out so much more from him. If you know of any with subtitles, English subtitles, drop those below. I'd really appreciate it. Like up the video for me, subscribe for more videos like this, and remember to stay blessed and fabulous. Thanks for watching. Bye. Steering clear of negative situations and persuasions, chasing positive sensations.